مساء الخير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الاثنين انخفضت درجات الحرارة قليلا مقارنة بيوم أمس الأحد، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في عموم المناطق، وإن شاء الله ستنخفض درجات الحرارة ليلة الاثنين على الثلاثاء وخلال الأيام القليلة القادمة، لتصبح في ساعات النهار أجواء ربيعية دافئة، أما في ساعات الليل لتصبح الأجواء لطيفة مائلة إلى البرودة إن شاء الله. أما عن هذه الليلة درجات الحرارة في العاصمة عمان بتسجل فترة السحور 19 مئوية، نسبة الرطوبة 35% وسرعة الرياح خفيفة 4 كيلومتر في الساعة. أما درجات الحرارة المتوقعة على نهار غد الثلاثاء بإذن الله في عموم مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهارا بتسجل بين 29 و17 وأجواء ربيعية دافئة نهارا وأجواء مشمسة، المفرق بين 31 و18، جرش بين 30 و20، وعجلون بين 27 و17 درجة مئوية بإذن الله وأجواء صافية ومشمسة. مع المناطق الوسطى والعاصمة عمان بين 28 و18 أجواء لطيفة ربيعية دافئة، البلقاء بين 29 و18، الزرقاء بين 31 و20، مادبة بين 29 و19، البحر الميت أجواء حارة بين 35 درجة مئوية و26 إن شاء الله بتنخفض ليلا. أما المناطق الجنوبية مع الكرك 29 نهارا 20 ليلا، الطفيلة بين 28 و19، معان بين 32 و21 وأجواء غائمة جزئية، الشوبك بين 26 و18 وأجواء صافية ومشمسة، العقبة بين 37 وأجواء حارة نهارا و26 درجة مئوية بإذن الله تنخفض ليلا. أخيرا مع المناطق الشرقية وكل الصفاوي والأزرق درجات حرارة متقاربة وحالة عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء بتهطل على إثر من الأمطار، بتسجل بين 35 نهارا و درجة مئوية بتسجلها ليلا في المناطق الشرقية بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تصبحون على ألف خير.